سي منصف بالخياط مرحبا بك. بارك الله فيك هاجر. انا نقولك سي منصف ولا خويا منصف اللي بغيتي. كيسكو تو بريفير؟ خويا منصف. خويا منصف صافون. الحمد لله. ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. افيك بليزير. فوق راسي. الوغ بروميير كيستيون، بغينا نهضروا على لا لوا 3009 باسكو كانت لا ايتي ادوبتي في لا بيريود فاش كنت انت مينيستر دي سبور. علاش لي كلوب مازال ما قادرينش يدوزوا للسوسيتي انونيم ويطبقوا مع لا لوا 3009؟ لما تتخلق شركه تدخل في النظام العام ديال الشركات اللي خصك تخلص الضريبه. اوغ لي كلوب اليوم اون طونك اسوسياسيون سبورتيف ما تيخلصوش الضريبه لا على الياس ولا على التي في ا ولا على لامبو سور لو ريفوني. وهذا لا بليبار دي كلوب خايفين يدوزوا لي سوسيتي لان ما عندهمش لي مويان باش يدوزوا 40% ديال لي كو سوبليمونتير بالنسبه لهذا. النقطه الثانيه وانه سبونسورينغ. لما اجوردي ان كلوب تياخذ مع عند اون سوسيتي 100 ديال سبونسورينغ تيدخلها الحساب ديالو وما تيديكلاريهاش كضريبه لان الا دخلتيها في سوسيتي خصك تخلص 20% ديال التي في ا على ديك ال 100 اللي دخلتي سبونسورينغ. لا فيدراسيون خرجت قانون باش اوبليجي. شنو داروا لي كلوب؟ كلشي دار شركه ولكن خلاها كوكي فيد اون اتوندون كنلقى واحد الحل بالنسبه للعلاقات ما بين الرياضه والضريبه باش يلقاو لنا واحد ليكزومبسيون سكون ابل واحد البريدجينغ لي واحد المده ديال 3 او 4 5 سنوات الشركات الرياضيه تكون معفيه من الضرائب باش خلي لي كلوب يقدروا يدوزوا لهذه المرحله هذه. مازال لحد الان عندنا واحد الحاجه سميتها مشكر. هذا الشيء ماشي غير في الكره حتى في الاقتصاد. وي مي شركات دابا خذ شركات عندنا شركات ديالنا دي سوسيتي اللي هما دي سوسيتي جيري دو مانيير اونتر غيمي مشكره ودي سوسيتي اللي هما جيري دو مانيير مودرن ترونسبارونت افيك لا غوفيرنونس الى اخره. دونك كاين هكا وهكا لا ميم شوز في لو سبور. كاين دي كلوب اللي غادي يبقاو بلا جيستيون ديال مشكره لانه واحد لو جوور تي لو فورم تيبيعو تيربح فيه 100 ولا 200 مليون ما خصش حتى شي واحد يعرف ديك 100 ولا 200 مليون فين مشات وشعل مشات لو كلوب وشعل مشات لهذا وشعل مشات للانترميديير والاجون الى اخره. وكاين اللي تيقول لك شوف انا غادي نبيعو 200 مليون يفوك 200 مليون ندخل في الشركه وانا خصني نخلص لا فاكتور ديال لاجون ونخلص لا فاكتور الانترميديير ونخلص لا فاكتور ديال كل واحد اللي دخل في هاد لوبيراسيون الى اخره. اللي خصنا نعرفوا هو انه كاين قانون والقانون راه تيمنع انه حتى الا عندك جمعيه رياضيه انك دير شنو ما بغيتي. الا جيتي نطبقوا القانون جوستومون ما كاينش المحاسبه خصها تكون المحاسبه حتى في الجمعيه الرياضيه. ما يمكنش تكون عندك جمعيه رياضيه وتجي واحد النهار وتاخذ الفلوس من الجمعيه الرياضيه وديرو في حسابك بلا ما يتحاسب معك حتى شي واحد. ما يمكنش. اليوم جات الجامعه وقالت لهم الله يخليكم بركه نديروا شركات القانون ها هو كاين نديروا شركات وبناء على ذلك. دابا لي كلوب تيقولوا الجامعه واخا نديروا شركات حنا درناها ولكن الله يخليكم لقاو لنا واحد الحل مع الضريبه مع الضريبه لان ما يمكنناش نخلصوا 40% على لي سالير ونخلصوا 20% نخلصوا القديم على القديم اكزاكتومون. دوك راه هما تيتذاكروا باش يلقاو واحد الحل اللي يخلينا نمشيو في واحد المسار اللي يكون واحد التحديت ديال هذا لو سيكتور اللي هو السيكتور ديال كره القدم. بغيت نهضر معك على ماروك 2026. عاود لينا لي كوليس شنو قلتوا لبعضياتكم؟ نهضروا على لي كوليس من بعد ولكن اللي بغيت نقول لكم هو انه هذا ماروك 2026 كان فيه جوج ديال الرؤساء. كان الرئيس ديال الملف اللي هو وزير مولاي حفيظ العالمي وكان الرئيس الحقيقي ديال الملف اللي هو الرئيس اوبيراسيونيل هو رئيس الجامعه اللي هو فوزي القجع. درنا واحد استراتيجيه قاره بقاره باش ناخذوا الاصوات وباش نحاولوا نكسبوا. لما شفنا بانه كان المعركه ضد امريكا وضد كندا وضد المكسيك كانوا عندنا حدود وفي نفس الوقت كانوا عندنا دي بوين فور دي بوين فابل وهما عندهم دي بوين فور دي بوين فابل. حتى وقع وما وقع اللي هو تويت ديال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي دار واحد تويت وقال لهم خص كاس العالم 2029 يجي لامريكا. حنا ملي شفنا هذاك التويت كيسكو فوز افي كومبري دابور اون ايتي سوربري لانه لي بوليتيك نو دوف با رونتري دون لو فوتبول سي انتردي بار لا فيفا كو لي بوليتيك رونتر دون لو فوتبول ما يمكنش سي كونتر لي ريغل دو لا فيفا. دونك اون اتوندي اون رياكسيون دو لا فيفا كي سوا اون رياكسيون فورت. لو كومونيكي دو لا فيفا على هاد التويت ديال دونالد ترامب ايتي لاكونيك وفهمنا
بانه لا فيفا كان عندها ان انتيغي باش كاس العالم يكون في امريكا des intérêts sur les droits médias sur donc هادشي فهمتو قبل لو فوت قبل ما يكون قبل لو فوت وفي نفس الوقت فهمنا بانه لا فيفا مع جياني انفانتينو عندها استراتيجيه جديده هو ان تدخل اكبر عدد ديال الفلوس لا فيفا باش عاود تفرقهم على الاتحادات علاش لان جياني انفانتينو تيوجد انتخابات ديالو الجايه باش عاوتاني يكون ان دوزيام موندو شكون اللي تيصوت عليه رؤساء الاتحادات هذا رئيس الاتحاد كان تيعطيه بلاتير 5 مليون ديال الدولار اليوم هذا تيعطيه 10 مليون ديال الدولار غيشوف بانه كاين تحسن ولا فيفا خدامه مزيان دونك غادي يصوت عليه دونك كاين شويه ديال السياسه في هذا الملف هذا ملي دخل الرئيس الامريكي حسينا بانه الدبلوماسيه الامريكيه في جميع الدول تحركت مع الرئيس ديالها ولما امريكا تتحرك في الدول لما تتكون دول كبيره بحال فرنسا ولا اسبانيا كاين واحد لانديبوندونس ولكن لما تتمشي لدول صغيره هو صعيب باش دوله صغيره تقول للرئيس الامريكي لا انا غادي نصوت على المغرب وفي نفس الوقت المغرب كان خصو يعطي واحد البديل دونك عطينا البديل اللي هي لا سيتياسيون جيوغرافيك لا بروكسيميتي ا لوروب لو ديفلوبمون هومان الى اخره ولكن الفلوس اللي كانت ليديسيون ديال المغرب غادي تعطي لا فيفا كان يلا 5 مليار ديال الدولار والفلوس او الارباح اللي كانت امريكا غادي تعطي لا فيفا هي 13 مليار ديال الدولار ولا فيفا اختارت البيزنس على القلب وعلى روح كره القدم كما كانش تدخل ديال دونالد ترامب كان واش كان المغرب عنده حدود اونيتمون عنده حدود انه تكون المعركه اللي هي المعركه غادي تكون بوكو بلوس اكيليبري وفي نفس الوقت وقعوا بعض الخيانات باش نكونوا واضحين وهذه غنهضروا عليها على لي كوليس نهضروا بصراحه حنا دابا راه نص حنا الملف الامريكي كان موجود هما تيطلبوا 14 ستاد امريكا قدمت لهم 22 ستاد واخا علاش ما نقولوش حنا خسرنا باسكو ني انكومبيتون باسكو ما عندناش دي ستاد بلي نورم اللي طلبوا لو دوسي ماروكان مره اخرى للمده الخامسه مشينا افيك دي ماكيت اليوم با فوالا علاش اون ابرون با دو نو زيرور وصلنا لواحد المرحله اللي نقولوا عرفتي شنو اجي نديروا بحال الا ربحنا كاس العالم 2026 واجي نطبقوا داكشي نطبقوه وباش نطبقوه باش المره الجايه لما نمشيو نحطوا ملف ما غنحطوش لا ماكيت ولكن غنحطو ونوريو امور اللي هي موجوده على واخا تسمح لي نقاطعك في هذا لو بوين نعم ملي كتقول لي غنديرو فحال الا ربحنا لورغانيزاسيون ديال ماروك 26 وغنطبقو داكشي اللي كاين في لي ماركت علاش هادشي ما فهمناه حتى لا 5 فوا باش نكونوا صراحه يا يو ان ايفور لان ما نساوش بانه هذوك لي 4 ستاد اللي هما ديال الدار البيضاء وديال مراكش وديال اكادير وديال طنجه بلس لا رفونت ديال لي ستاد دو رابا وديال فاس هادشي دار في هاد السنوات الاخيره ما نساوش ايضا انه كانوا استثمارات كبيره على مستوى الطرقان لي زوتوغوت الى اخره اللي خلات بانه انا تنعقل بانه كنا تنسافروا ما بين الرباط وكازا انا اللي كنت قدكم كان غابا كازا سيتي اون سول فوا راه المغرب تبدل وتحول بواحد الطريقه اللي هي كبيره لو توريزم لا ميم شوز لي زوتيل لا ميم شوز لي زايغوبور مغرب الدار البيضاء كلهم طوروا بواحد الطريقه اللي عندك مع لايغوبور ديال كاز انا لايغوبور كازا ما تنفتخرش به وكمنتخب الدار البيضاء تيكون عندي انا تنقولها بصراحه واليوم انا معك تنقول لك عار دخول المغرب يكون في مستوى مطار اللي هو مطار الدار البيضاء مي المهم لو سوجي ني با لا لو سوجي سي كي اي دي زيفور ولكن دابا انا اللي تنقول و تنقترح هو ان هذاك الملف اللي صوبناه هو موجود يلا نطبقوه واخا شكون غيدير لو سويفي انا تنظن بان خصو يكون لو سويفي عند الحكومه خص الحكومه تحمل المسؤوليه ديالها وتقول بانه هذا البرنامج هذا خصنا نطبقوه لان هذا البرنامج غادي ينمي المغرب على المستوى البنيه التحتيه وحتى على مستوى الانسان لان لما تتقول بانه بور لا كوب دو موند 2026 غيكون عندي 22 اوبيتو اسيدي دير لنا لي زوبيتو يكون لا كوب دو موند خاصهم يكونوا ولا ما يكونش لا كوب دو موند بغينا لي زوبيتو ومن بعد منين نديروا لي زوبيتو غير يخرجوا بعدا من الارض ديك الساعه تمشيو ونعاون ندافعوا
ben c'est plus une maquette, c'est un projet et c'est un dossier. D'abord, quand on parle le mondial 2030, donc on a reçu la candidature du mondial 2026. On parle déjà du mondial 2030, mais elle a dit qu'il y a une maquette, mais qu'il y a la réalité. Et on pense déjà à une sixième candidature. Il a pris qu'on a un hodod ou un khalil, mais je ne joue pas en 2030. خصنا نبداو هذاك البرنامج اللي بعناه ما بين قوسين لجميع رؤساء الاتحادات. هذا ما يعني؟ هذا يعني انه في ملفات كبيره بحال هكا خصنا ديزاليي اللي يكونوا ديزاليي استراتيجيك، الناس ديال الكره تيديروا العمل ديالهم، وكاين امور عدد من الامور على مستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الاستراتيجي اللي ثلاثه بهم يمكن انهم يوصلونا باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي هي ايجابيه. واخا ما قلتيش لي كوليس شنو قلتوا البعديه تكون جوست ابري ودابا لي كوليس راه قلت لك شنو وقع قلت لا لي كوليس شنو قلتوا البعديه تكون نتوما الكوميتي لانه حنا كنا تنتسناو بكل صراحه باش نخسروا ولكن نخسروا ب 85 صوت ملي خسرنا ب 20 صوت اقل اللي دازت الجهه الاخرى هذوك ال 20 صوت هما هاد الاخوان اللي خدعونا وبقى فينا الحال لان الواحد تيحس بواحد الخداع وبقى فينا الحال واحباط لان اشتغلنا كثير وشفنا بانه دار واحد العمل اللي هو كبير فريق كبير ولكن في نفس الوقت ما كانتش العمليه متكامله واللي عطتنا واحد النتيجه.